حياكم الله حبتي مشاهدي قناة العراقية الرياضية وحلقة جديدة من برنامج جريدة ونت، وأهم العناوين الصحفية وأهم كتب من مقالات وما تداولته مواقع التواصل الاجتماعي. الحلقة تنطلق لكن بعد الفاصل. حياكم الله من جديد. نشرع في عالم الصحف، والبداية سوف تكون كما جرى في العادة من صحيفة الصباح، ما جاء في الملحق الأول لهذه الصحيفة حيث عنونت: طاقم تحكيمي عراقي يقود مباراة السعودية وأستراليا، اجتماع مرتقب لاتحاد الكرة لمناقشة واقع المنتخبات، ولجنة الخبراء توصي بعدم التجديد لسكوب، اقتراحات سنوية على طاولة الأندية. ونقرأ أيضا: ناشئون يواجهون شباب إنطاليا سبورت وديا، وأخيرا القوس يلوح بالانسحاب من بطولة التضامن الإسلامي. ولازلنا في صحيفة الصباح ونذهب إلى الملحق الآخر من هذه الصحيفة ونقرأ أهم عنوان لهذا اليوم في هذا الملحق، حيث جاء فيه: عيون محايدة ترصد أحداث مباراة الزوراء والجوية، حيدر عبد الأمير الفوز في الكلاسيكو له مذاق خاص، وحيدر عبيد بلوغ المربع الذهبي يحفز الكناري لتقديم الأفضل، ودرجال يبحث مع السفير الفرنسي تطوير الكرة النسوية. ونقرأ أيضا: الصافرة العراقية حاضرة في سلة آسيا للناشئين. ولازلنا في صحيفة الصباح ونكمل أهم الأخبار الرياضية الصادرة في هذه الصحيفة ونقرأ أهم ما جاء في هذا الملحق الأخير من هذه الصحيفة الذي يختص بالأخبار العالمية. ويرز يقترب من حسم لقب NBA، وكين يتطلع إلى تحدي هالاند ونونيس، وسيرينيا ويليامز تعلن مشاركتها في بطولة ويمبلدون، وكونديا يخضع لعملية جراحية، أكومباني مدربا لبرلين الإنجليزي، وتأهل فلسطين والبحرين إلى نهائيات آسيا. إذن أحبتي المشاهدين، هذه هي كانت الأخبار الرياضية الصادرة في صحيفة الصباح لهذا اليوم. من الصباح نذهب إلى صحيفة أخرى وهي صحيفة الزمان ونقرأ أهم عنوان لهذا اليوم في الملحق الرياضي الوحيد الصادر لهذا اليوم: نفط ذيقار يشارك ببطولة الشركات العربية في بورسعيد، والشريعة تستدعي 18 لاعبا لتدريبات وطن الصالات، إدارة الكهرباء تضع خطة للارتقاء بفريقها السنوي، ومؤمن الإعداد المثالي مفتاح التأهل لكأس العالم، ومدرب إيطاليا يقود شباب العراق في طائرة غرب آسيا، والأولمبية تنظم دورة تطويرية في أربيل، للاتحادات الوطنية عبد الكريم يحصد ذهبية في بطولة الباخوت العالمية في تركيا، وأخيرا فوز مثير للزوراء على الجوية، اكتمال ركب المتأهلين لنصف نهائي الكأس. هذه كانت أهم الأخبار الرياضية الصادرة في صحيفة الزمان لهذا اليوم. نغلق الزمان ونذهب إلى الزوراء ونقرأ أهم ما جاء في صحيفة الزوراء في هذا الملحق الصادر لهذا اليوم: أهل الرياضة يهنئون رياضة الزوراء، تغطية شاملة والتزام إخلاقي مهني، دورة الأمم الأوروبية فرنسا تخسر أمام كرواتيا وتفقد لقب دوري الأمم الأوروبية، وبايرن ميونخ يعلن ضم جيرفينيس، وعقب لقاء الكلاسيكو في الكأس أوديشو يشيد بعطاء لاعبيه، وتثير يلقي باللائمة على اتحاد الكرة. هذه هي كانت الأخبار الرياضية الصادرة في صحيفة الزوراء لهذا اليوم. نغلق الزوراء ونذهب صوب صحيفة أخرى وأخبار رياضية أخرى وهي من صحيفة الزمان. نقرأ أهم عنوان صحيفة الدستور
لهذا اليوم دور المحترفين خطوة للأمام، والأولمبية تنظم دورة تطويرية للاتحادات الوطنية في أربيل، وزاخو يتخطى مصافي جنوب الكرخ يقصي أربيل، وعريبي الأولمبي ليس في الشارع، والكهرباء يواجه زاخو. نكمل في صحيفة الدستور، النوارس يطيحون بالصقور، وانطلاق الجولة 36 من دورينا، ونقرأ أيضا وطني الصالات يباشر التدريبات، مدرب إيطالي يقود شباب الطائرة، محترفان من الدنمارك وبلجيكا يعززان صفوف الناشئين، ونسوي الصالات يغادر إلى السعودية. ولا زلنا في صحيفة الدستور، ولكن نذهب إلى الملحق الآخر من هذه الصحيفة ونقرأ أهم الأخبار الرياضية الصادرة لهذا اليوم، حيث جاء في هذا الملحق: وسط الاختلافات دور المحترفين حقيقة أم وهم، ومدرب إيطالي يقود منتخب الشباب لكرة الطائرة، وعريبي الطائرة الخاصة تحتاج إلى إجراءات مطولة، والأولمبي ليس في الشارع، محترفان في بلجيكا والدنمارك يدعمان الناشئين بغرب آسيا، وتأهل الكرخ وزاخو لنصف نهائي كأس العراق، وغياب 24 لاعبا عن الجولة 36، الزوراء يطيح بالجوية من بطولة الكأس، وحكم الصالات نجاح متواصل، ووطني الصالات يغادر إلى السعودية للمشاركة ببطولة غرب آسيا. هذه هي كانت الأخبار الرياضية الصادرة في صحيفة الدستور لهذا اليوم، من الدستور إلى الحقيقة، ونقرأ في الحقيقة أهم عنوان في ملحقها الرياضي الصادر لهذا اليوم، حيث جاء فيها: في بطولة كأس العراق، الزوراء وزاخو والكرخ والكهرباء إلى الدور النصف النهائي، نفط ذي قار يحقق فوزا تاريخيا على مصر في بطولة الشركات العربية لكرة الصالات، منتخب الشباب يواصل تدريباته تحضيرا لكأس العرب، ويدعو 4 مغتربين، الاتحاد الدولي والآسيوي يصادقان على انتخابات الاتحاد العراقي للركبي. ونكمل في صحيفة الحقيقة ونذهب إلى الملحق الآخر من هذه الصحيفة، ونقرأ أهم ما جاء من أخبار رياضية وعالمية لهذا اليوم، حيث جاء في هذا الملحق: وريوز يسقط سيلتكس ويقترب من حصد لقب NBA، ومانشستر يونايتد يرفض إنقاذ برشلونة، الإصابة تبعد موراي عن بطولة كونز للتنس وتوسنامي، التغييرات وسيطرة الوداد أبرز مشاهد انتصار المغرب. هذه هي كانت جميع الأخبار الرياضية الصادرة في صحيفة الحقيقة. نصل إلى الصحيفة الأخيرة، وهي صحيفة الصباح الجديد، نقرأ في الصباح أهم ما عنونت لهذا اليوم في هذا الملحق: مهند مناف صفارة شابة تكسب النجاح في الدوري الممتاز، البارالمبية تعلق مشاركاتها في البطولات العربية وغرب آسيا، الأولمبية تمدد فترة التقديم لمركز التسوية ولجنة الإخلاقيات، ورشة لمناقشة اللائحة الفنية للفرق الشعبية، والطب الرياضي يقيم محاضرات وندوات توعية، إبراهيم عبد نادر يلتحق بالملاك التدريبي لكرة الحدود، والاتحاد المركزي يبحث مع لودفيك ديبرو تطوير الكرة النسوية، اليوم مباراتان في بدء الجولة 36، وطاقم عراقي لقيادة لقاء السعودية وأستراليا. ونكمل في صحيفة الصباح الجديد، لكن نصل إلى الملحق الأخير من هذه
الصحيفة ونقرأ أهم ما جاء من أخبار رياضية لهذا اليوم. غريزمان يعادل رقم زيدان ومدرج يكسر عقدة 24 عاما أمام فرنسا، وويريوز يسقط سلتكس ويقترب من حصد لقب NBA، وإكرابوفيتش مدربا للوحدة السعودي، وأخيرا منتخب أستراليا يبلغ نهائيات كأس آسيا على حساب بيرو. إذن أحبتي المشاهدين، هذه هي كانت جميع الأخبار الرياضية الصادرة في صحفنا لهذا اليوم. بعدها ننتقل إلى المقالات وأبرز ما كتب فيها، لكن بعد الفاصل. حياكم الله من جديد إلى عالم المقالات، والبداية سوف تكون من صحيفة الزوراء والمقال الذي كتب تحت عنوان شموع في بلاط صاحبة الجلالة بقلم الكاتب خالد جاسم، والذي تحدث فيه عن تاريخ الصحافة العراقية. لنستمع إلى تفاصيل هذا المقال. تمر علينا مناسبة غالية وعزيزة علينا جميعا، هي عيدنا معشر الصحفيين، عيد الصحافة العراقية التي تفتخر بعراقيتها بعراقتها ورياضيتها برغم كل ما مر بها من ويلات وأزمات وسنوات عجاف. وكانت للصحافة الرياضية حصة معروفة بالطبع من سنوات الغليان وأعوام الربيع، وهذه سنة الحياة دائما وليست دورة حياة متوقفة على علم الصحافة وحدها. وعندما نستذكر هذه المناسبة الغالية وعرج من خلالها على صحافتنا الرياضية باعتباري صحفيا رياضيا ليس إلا وهو عنواني الأول والأخير الذي أعتز به أي اعتزاز، تنثال الكثير من الصور والذكريات وتمر مناسبة كبيرة مثل عيد الصحافة العراقية، لابد أن تكون هذه المناسبة فرصة لمراجعة الذات تماما عندما تحضر أمامي شرائط خواطر وذكريات وتداعيات تمتد لما يقرب 40 عاما، تكاد تمثل عمري في المهنة بكل ما تختزنه الذاكرة وما يحتضنه القلب أيضا من مواقف وأحداث تختلط فيها الأفراح والأحزان معا، وبكل ما تنطوي عليه من تجارب ومحطات توقف خلالها قطار العمر، وفيها من الأسرار والخفايا شيء الكثير، وهو ما حاولت توثيقه في أكثر من كتاب بكل ما تحتويه من خبايا وتفاصيل لها عميق الصلة بواقع الرياضة العراقية وانعكاساتها على العمل الصحفي الرياضي، مع تعزيزها بوثائق وصور من الطراز النادر. نعيش هذا العيد الجميل بدلالاته الرمزية، وأول ما ابتدأ به هو الترحم على الراحلين من أساتذتنا وزملائنا الذين غادروا الحياة الفانية، ولكل منهم آثار وذكريات ومواقف، وفي المقدمة منهم أستذكر الشهداء وإن كانوا جميعا رحمهم الباري جل في علاه من الجيل الحديث لصحافتنا الرياضية ما بعد التغيير 2003، ومنهم الراحلون الشهداء ماجد الصقر وعلاء عبد الوهاب وسرمد سلمان وسعد طالب إعناد. أهلا بكم من جديد إلى عالم السوشيال ميديا، والبداية سوف تكون من الحساب الرسمي للاتحاد العراقي لكرة القدم. جاء فيه اتحاد الكرة يجتمع مع ممثلي الاتحاد الفرنسي لتطوير الكرة النسوية. عقد الاتحاد العراقي لكرة القدم اليوم اجتماع في مقر الاتحاد مع مدير العلاقات الدولية في الاتحاد الفرنسي لكرة القدم لودفيك ديبرو، وذلك للتباحث حول مشروع رعاية كرة القدم النسوية وتطويرها. وقال عضو الاتحاد أحمد الموسوي إن الاجتماع تمحور حول مشروع رعاية كرة القدم النسوية الذي سيشمل تطوير اللاعبات فضلا عن المدربات والحكامات والقيادات الإدارية
من جميع المحافظات وإقليم كردستان. هذا أبرز ما جاء في الحساب الرسمي للاتحاد العراقي لكرة القدم، ونكمل في السوشيال ميديا والأخبار المحلية الصادرة لهذا اليوم، ونقرأ أيضا في شبكة الكرة العراقية. جاء لهذا اليوم عدنان درجال: الموسم المقبل سيكون دوري محترفين، ونحن مجبرين من قبل الاتحاد الآسيوي على تطبيقه لتجنب الغرامات. إذن هذا الجدال الذي دائما كان حول الدوري، كيف سيقام الموسم المقبل؟ وزير الشباب والرياضة ورئيس الاتحاد لكرة القدم يقرر بأن الدوري سيكون دوري المحترفين للموسم المقبل. وأيضا لازلنا في السوشيال ميديا، ونذهب إلى خبر رياضي آخر، وهو الحساب أيضا الرسمي لاتحاد كرة القدم. جاء فيه: حكم ساحة وحكم مساعد وحكم علي صباح، هذا الطاقم التحكيمي الذي سيقود مباراة السعودية وأستراليا. مهند قاسم حكم ساحة، وحكم مساعد واثق مدلل، وعلي صباح حكما للفار. هذه هي كانت أهم الأخبار الرياضية الصادرة في حساب الاتحاد العراقي لكرة القدم، ولازلنا في السوشيال ميديا. ونذهب إلى خبر رياضي آخر: منتخب الناشئين يواصل تدريباته تحضيرا لخوض أولى مبارياته الودية ضمن معسكره التدريبي المقام في تركيا، حيث يلعب غدا، حيث يلعب اليوم شباب إنطاليا في تركيا. هذه هي أيضا الأخبار الرياضية فيما يخص منتخب الناشئين والوقوف على الجاهزية الكاملة لهذا المنتخب. ونكمل في أخبارنا المحلية الصادرة لهذا اليوم، ونقرأ: مباريات منتخبنا الوطني كأس العرب لكرة الصالات، الاثنين مصر والعراق، والثلاثة العراق والجزائر. كل الموفقية لمنتخبنا الوطني لكرة الصالات في هذه المباريات. ونذهب إلى أيضا صدى الكرة العراقية، جاء فيها: بقيادة عدنان حمد منتخب الأردن يتأهل إلى نهائيات كأس آسيا 2023 بالعلامة الكاملة بعد الفوز على المنتخب الكويتي. ولا زال المدرب عدنان حمد يقدم مستويات كبيرة مع منتخب النشامة، واستطاع أن يتغلب على الكويت ويتأهل إلى نهائيات كأس آسيا 2023. نصل إلى نادي الزوراء، الحساب الرسمي لنادي الزوراء جاء فيه: الزوراء في مواجهة الكرخ في نصف نهائي كأس العراق في مباراة يضيفها ملعب الشعب الدولي في وقت يحدد لاحقا. إذن الزوراء بعدما قطع شوطا كبيرا في هذه البطولة واستطاع أن يتغلب على القوة الجوية، ها هو بمواجهة فريق الكرخ، وأيضا هذه المباراة سوف تقام على ملعب الشعب الدولي وتحدد في وقت لاحق. إذن نذهب إلى خبر رياضي آخر، وأيضا نقرأ فيه: حساب نادي مجلة الكرة العراقية معلنا عدم استمراره مع الشرطة للموسم القادم. مؤمن سليمان يؤكد انتهاء عقده مع الفريق، ولكنه سيستمر بقيادة الفريق حتى نهاية الموسم الحالي، وبالتأكيد ربما خسارة كبيرة لفريق الشرطة إذا رحل هذا المدرب، خصوصا بعدما حقق مستويات كبيرة مع نادي الشرطة واستطاع أن يحصد لقب الدوري العراقي الممتاز بأريحية تامة وبفارق كبير عن أقرب المنافسين. وبالتالي هكذا شخصيات وهكذا مدربين يجب المحافظة عليهم. إذن نكمل في السوشيال ميديا، ونذهب إلى شبكة فيفا سبورت: عاجل أنباء عن حرمان مدرب فريق النجف حسن أحمد.
من مرافقة فريقه لنهاية الموسم وغرامة مالية على خلفية اتهامه نادي الكرخ. وهذه إذا صحت الأخبار وحرمان مدرب فريق النجف، خصوصا بعد التصريحات الأخيرة التي ظهر بها المدرب حسن أحمد، وبالتالي ربما إجراءات كثيرة سوف تتخذ مستقبلا على هذه التصريحات التي ظهر بها المدرب حسن أحمد. ونذهب إلى نادي أمانة بغداد. فريق أمانة بغداد يعاود تدريباته استعدادا لمباراته المقبلة أمام فريق النجف التي تقام يوم الجمعة لحساب الجولة 36 من الدوري الممتاز لكرة القدم. فريق أمانة بغداد يتأهب لهذه المباراة المرتقبة أمام فريق النجف، والتي يحاول من خلالها إلى اقتناص نقاط المباراة الثلاث وتقديم عرض مميز يليق بفريق أمانة بغداد. كل الموافقية لفريق أمانة بغداد ونادي النجف في هذه المباراة. ولازلنا في السوشيال ميديا، نذهب إلى نادي الميناء الرياضي. الفرطوسي يشيد بإنجاز شباب الميناء ويعد بتوفير الدعم اللازم لهم. خلال حفل التكريم الذي أقامته الشركة العامة لموانئ العراق قبل قليل، قدم الدكتور فرحان الفرطوسي مدير عام الشركة العامة لموانئ العراق الدروع التذكارية والمكافأة المالية للاعبي وكادر فريقنا للشباب المتوج في درع دوري الشباب الممتاز لموسم 21-22. وذكر الفرطوسي إن الإنجاز الذي تحقق جاء ثمرة لجهود الكادر التدريبي واللاعبين بالرغم من الصعوبات التي واجهتهم. هذا كل ما جاء في الحساب الرسمي لنادي الميناء. ونصل إلى آخر الأخبار المحلية الصادرة في السوشيال ميديا، ونقرأ أهم ما جاء في حساب معرض كرة السلة العراقية المصور. بعد اكتساحها لفريق الجوف السعودي بنتيجة 51 مقابل 11 فقط، فريق وسام المجد العراقي يصل لنهائيات بطولة غرب آسيا للأندية. هذا كل ما جاء في معرض كرة السلة العراقية المصور. إذن أحبتي المشاهدين، نكمل الحلقة لكن بعد الفاصل. أهلا بكم من جديد إلى الصحف العالمية، والبداية سوف تكون من صحيفة ماركا الإسبانية الصادرة لهذا اليوم. جاء فيها قطر جاهزة للمونديال وإسبانيا تعرف كل منافسيها. كوستاريكا التي ستلعب مع روخا وألمانيا واليابان في المجموعة الخامسة، وهي آخر فريق اشترى تذكرته للكأس التي ستبدأ في 18 نوفمبر. هذه هي المواعيد لمباريات كأس العالم حسب ما جاءت في صحيفة ماركا الإسبانية الصادرة لهذا اليوم. ونكمل في الأخبار العالمية ونذهب إلى رسميا منتخب كوستاريكا يتأهل لمونديال قطر 2022، وهذه هي الصورة الظاهرة للمنتخب الذي تأهل إلى مونديال قطر 2022. ونكمل في الأخبار العالمية ونذهب إلى خبر رياضي آخر، وأيضا هذه المرة سوف تكون جدول مباريات كأس العالم قطر 2022، وهذه هي مواعيد وتوقيت جميع المباريات ومباريات كأس العالم التي ستقام في قطر والمنتخبات المشاركة في هذه البطولة. ونكمل في الأخبار العالمية ونذهب إلى لا جازيتا ديل سبورت الإيطالية الصادرة لهذا اليوم، وأيضا المباراة الكبيرة التي هذه المرة
إيطاليا تقوم بخداعنا، ألمانيا تهيمن وتسجل 5 أهداف، وهذه المباراة التي انتهت بين ألمانيا وإيطاليا ب5 أهداف مقابل 2، استطاع من خلالها المنتخب الألماني أن يحقق نتيجة كبيرة وتاريخية على المنتخب الإيطالي. ونكمل في الصحف العالمية، نذهب إلى ليكيب الفرنسية، جاء فيها وهذه المباراة التي جمعت المنتخب الألماني أمام إيطاليا وانتهت ب5 أهداف مقابل 2، وبالتالي تهيمن ألمانيا على إيطاليا وتنتعش في المجموعة الثالثة بعد 3 تعادلات. هذا أبرز ما جاء في صحيفة ليكيب الفرنسية الصادرة لهذا اليوم. نذهب إلى صحيفة صن الإنجليزية ونقرأ أهم ما جاء في الصن الصادرة لهذا اليوم حول ساوثغيت المدرب منتخب إنجلترا، وأيضا تحول المشجعون إلى ساوثغيت في مواجهة الإذلال المروع للأسود 3 في أسوأ هزيمة على أرضهم منذ عام 1928. هذه هي كانت أهم الأخبار الرياضية في الغلاف الرسمي لصحيفة صن الإنجليزية الصادرة لهذا اليوم. ونكمل في الأخبار العالمية ونذهب إلى موقع جول، جاء فيه الصورة الأولى لتشوميني مع قميص ريال مدريد. ريال مدريد أعظم نادي في العالم، الجماهير تحبك بالفعل. قريبا ستدرك لما ريال مدريد هو الرقم 1 في العالم دائما، كلمات الرئيس بيريس للاعبيه الجديد تشوميني. هذه هي أبرز ما جاء في حساب جول الأخبار الرياضية. نصل إلى الحساب الأخير فيما يتعلق في لوفاندوفسكي، مباراة بولندا وبلجيكا ستكون الأخيرة للوفاندوفسكي قبل انتقاله لبرشلونة هذا الصيف. إذن أحبة المشاهدين، إلى هنا وصلنا إلى ختام الحلقة، وللتذكير يمكنكم أن تشاهدوا البث المباشر لقناة العراقية الرياضية عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك والإنستغرام واليوتيوب. والحلقة انتهت، نلتقيكم إلى حلقات أخرى. إلى ذلك الحين تقبلوا تحياتي وتحيات كادر العمل، إلى اللقاء.